مرحبا بكم متابعين كرماء في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنعرض لكم أقوى الدبابات الحربية في العالم والدول العربية التي تمتلكها، فابقوا معنا للنهاية لمشاهدة جميع الدبابات الأقوى في العالم والدول التي تمتلكها. أولا T-90 هي دبابة قتال رئيسية روسية الصنع من الجيل الثالث، دخلت الخدمة عام 1993، وقد استمدت تصميم الدبابة من الدبابة السوفيتية T-72. يبلغ وزن الدبابة 46.5 طن، وهي مزودة بمدفعي عيار 125 ملم ومحرك ديزل ذو 12 أسطوانة بقوة 1100 حصان بالنسبة للمحرك V-96 اختياري. المشغلون لهذه الدبابة الجزائر 572 دبابة مع توقيع عقد لتجميع عدد 200 دبابة منها محليا بالجزائر، وأيضا تعاقدت مصر على عدد من 400 إلى 500 دبابة T90 من الفئتين S و SK، وحصلت على رخصة لتجميع هذه الدبابة محليا. كما أن العراق تمتلك هذه الدبابة بعدد 73 دبابة دخلت الخدمة عام 2018. لسوريا عدد غير معروف، حيث ظهرت بعض الفيديوهات لاستهدافها من قبل الجيش السوري الحر. اليمن اشترت عددا غير معروف من فئة الاس لقوات الحرس الجمهوري اليمني، وقد دخلت الخدمة. ثانيا لوكلر AMX-56 لوكلر هي دبابة القتال الرئيسية من صنع شركة جان اندستريز الفرنسية. تم تسمية الدبابة على أحد قادة القوات الفرنسية أثناء تحرير فرنسا من قبل الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، فيليب لوكلر. تستخدم اللوكلر حاليا من قبل الجيش الفرنسي والجيش الإماراتي. دخلت خدمة مع الجيش الفرنسي سنة 1992 لتحل محل الـ AMX-30، وفي عام 1995 مع الجيش الإمارات. توجد 406 دبابة و20 مركبة هندسة مدرعة في الخدمة الفرنسية. أما الإمارات فلديها 388 دبابة. ثالثا تشالنجر 2 هي دبابة قتالية رئيسية بريطانية الصنع، صنعت من قبل شركة فيكرز أمسترونغ. يبلغ وزن الدبابة 62.5 طن وسلحت بمدفع من عيار 120 ملم. دخلت الدبابة الخدمة في القوات المسلحة للمملكة المتحدة عام 1998، وهي تخدم حتى الوقت الحاضر. وبالإضافة إلى بريطانيا تخدم الدبابة في القوات المسلحة العمانية.
رابعا M1 أبرامز، هي دبابة قتالية رئيسية أمريكية من الجيل الثالث، دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1980 لاستبدالها بدبابات M60 باتون. تزن الدبابة M1 أبرامز نحو 63 طنا، وهي مسلحة بمتع من عيار 120 ملم ورشاشين عيار 7.62 ملم. وزودت الأبرامز بمحرك توربيني بقوة 1500 حصان. أطلق على الدبابة اسم أبرامز نسبة إلى الجنرال كريتون أبرامز، رئيس الأركان وقائد الجيش الأمريكي في فيتنام من 1968 إلى 1972. صممت دبابة أبرامز لحرب المدرعات الحديثة، ومن المميزات الجديدة لهذه الدبابة هو درعها الثقيل واستخداماتها لمحرك توربيني غازي، والاعتماد على الدرع المركب المتطور، وخزانة ذخيرة منفصلة في غرفة الإطلاق لسلامة أمن الطاقم. تعتبر دبابة M1 أبرامز من أثقل الدبابات القتالية الأساسية في الخدمة حاليا. المستخدمون مصر 1005 دبابة من فئة M1A1، السعودية 442 دبابة من فئة M1A2، الكويت 218 دبابة من فئة M1A2، المغرب 384 دبابة من فئة M1A1. الجيش العراقي يمتلك 250 من أصل 315 دبابة من فئة M1A1M. وأخيرا دبابة ليوبارد 2، هي دبابة قتالية رئيسية ألمانية من إنتاج شركة كراوس. تم تطوير الدبابة كبديل للدبابة ليوبارد 1 التي حققت نجاحا ملحوظا في وقتها. تم إنتاج ليوبارد 1 في عام 1963، ووصل عدد الدبابات المنتجة منها إلى 6000 دبابة. أما ليوبارد 2 فتم إنتاجها لأول مرة عام 1979، وهي في الخدمة حاليا في النمسا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج. تم إنتاج أكثر من 3200 دبابة، وما زال الإنتاج مستمرا. يستخدم النموذج الحالي من الدبابة ليوبارد 2 مدفعا رئيسيا من نوع L55، ويتميز بوجود محرك احتياطي وحماية مطورة ضد الألغام. وتعمل الحكومة الألمانية حاليا إلى تطوير 225 دبابة من نموذج A52 إلى نموذج A62، وتسلمت أول دبابة مطورة في مارس 2001. كما طلبت الحكومة هولندا تطوير 180 الدبابة المزودة بكاميرات تلفزيونية لها زاوية رؤية رئيسية وأفقية 65 درجة، وتستخدم درعا في المواد المركبة في الجيل الثالث. تستخدم الدبابة نظام قيادة النيران R17A2. المستخدمون لهذه الدبابة هي السعودية وقطر.